نهاد رسيسي ممثلة في مسرحية الأرامل. نلعب شخصية يعني طفلة فقدت أبوها، أبوها اللي هو يسمى القدوة النموذج، أبوها اللي يمثل صورة البطل المعارض اللي يحمل قضية اللي يحمل مبادئ، يعني مصيره كما مصير برشا ناس توا ركبوا البحر وما يعرفوش عليه شنو صار، ميت حي، البو اللي تلمذت على يده، البو اللي تلمذوا برشا على يده أجيال وأجيال وأجيال، وقعدت تلهك الصورة متاع البو اللي هي حملتها، يعني حملتها على كتافها وتحب تكمل مسيرة بوها اللي عندها أمل إنه يرجع يوم. بوها بالنسبة لها هي البلاد، بالنسبة لها هي قضية مازالت باش تقعد تحارب على خاطرها لآخر لحظة. أكيد الراحلة والمعلمة والفنانة والمرأة الحرة المتمردة المثقفة اللي هي يعني جيلي أنا مثلا نعتبرها قدوة، يعني رجاء بن عمار كي نرجعوا نتفرجوا فيها واللي عملت تكوين أجيال وأجيال وخرجت من تحت يديها برشا ناس في الدونس وفي المسرح، ويعني نتمنيو لها كل الرحمة وأكيد باش تقعد في أذهاننا، يعني وهي مدرسة قائمة بذاتها والفضاء هذايا نشهد.